بالنسبة لي علاقتها موضوع بإيران، يعني دكتور أنا أعتقد العلاقة بين حماس وإيران هي تختلف عن علاقة إيران بحزب الله والفصائل العراقية والحوثيين، بمعنى إيران تدعم يعني تطوير التكنولوجيا العسكرية والتقنيات عند حماس، ولكن الحقيقة إيران لا تتحكم بقرار حماس سياسي. أنا أعتقد حسب قراراتي ومعرفتي بالواقع الإيراني أيضا، أعتقد أنه القرار كان قرارا داخليا، التوقيت لم يكن يخدم إيران. إيران حقيقة هي داهمة باتجاه إجراء اتفاقات وأبرمت هدنة الرهائن في قطر مع أمريكا، واستطاعت أن تفك بعض أرصدتها، خصوصا يعني الأرصدة اللي موجودة بالعراق وكوريا. فهذا التوقيت ليس ملائما، حتى ما يطرح بالإعلام، أنا خرجت بالإعلام العربي وكنت أشير إلى موضوع قضية الموازنة التي حاول أن يخلقها بايدن بين السعودية وإسرائيل بعلاقة طبيعية، هي ليس مرتبطة بخلق حلف مواجه للمنظومة الشرقية لإيران، لا، ولكن مرتبط بالاستراتيجيات الداخلية السعودية. السعودية قالت يعني تطمح أن تحصل على التكنولوجيا النووي، وبايدن أعطى تطمينات بهذا الاتجاه. السعودية وعدت أمريكا أن تقلل يعني تعاملها الاقتصادي وتبادلها الاقتصادي مع الصين، وأمريكا وافقت على هذا الموضوع. فهناك قضايا استراتيجية، العلاقة الإيرانية هي نقطة في هذه الدائرة، ولذلك أنا أقول التوقيت لا يهدم إيران. الآن إيران محرجة، ماذا استفادت من هذه العملية؟ يعني على العكس، يعني ممكن أن تدخل بحرب، ممكن أن يتم استهداف يا سيد أحمد الياسري ساحات المقاومة. هسا عند سؤالي الذي قلت عليه كان صعبا وكان مركبا، خليني أفكك هذا السؤال. دول عربية بذاتها قوية، أو دول عربية إذا ما أرادت أن تجتمع حتى تقرر الحرب على إسرائيل قد تتلك، لكن حركة بحجمها هذا أن تتخذ قرارا بهذا الشكل وبفجأة وعنصر المباغتة وتستطيع أن تحقق شيء، حسن قلنا في لحظاته الأولى، على ماذا كانت تراهن؟ ما هو العمق الاستراتيجي الذي تتحدث به لديها مع مرور الوقت والزمن؟ قصة يعني نحتاج أن نفهمها بشكلها الصريح. أستاذ دكتور نجم حاني، أنا أعتقد أنا يعني بل نعترف أو أنه القرار داخلي، وهي مشكلة، هل هو القرار خارجي إيراني؟ أنا مثلا خلنا نتفق أنه القرار داخلي، قرار بهذا الحجم ليس سهلا. لنتفق على أنه قرارا داخليا. لماذا قررت حماس؟ هذا سؤال سنطرحه للتحليل. لماذا قررت حماس في هذا التوقيت؟ أنا أعتقد حماس كانت تريد يعني تطورت قدراتها وإمكانياتها، وهم بالمناسبة يعني حركة جهاد في مايو الماضي أيضا حدثت حروب، العام أيضا حماس دخلت في حرب مع إسرائيل، يعني سلسلة حروب حماس وإسرائيل مستمرة، هي لم يعني تقف في هذا لم تصل في هذا التوقيت فقط. ولذلك حماس أعتقد حسب قراءتي أنها أرادت أن ترسل رسائل إلى الداخل الإسرائيلي بتطور قدراته وخصوصا قدرات الاستخبارية. دكتور ترى هو مو موضوع الصواريخ، هم يعرفون أنت قرابة 45,000 صاروخ، ولكن اختراق الجدران مثلا، ضرب المواقع، احتلال مواقع الاستخبارات العسكرية، تطويق المستوطنات، يعني هذا أمر كان انكسارا للمنظومة وأسطورة الجيش الذي لا يهزم والدولة التي لا تقر إسرائيل. يعني حماس أحدث انكسارا لم يحصل منذ 73 أستاذ دكتور نجم حيني. نعم. فأنا أعتقد هي أرادت أن ترسل هذه الرسالة واختارت هذا التوقيت لأنه توقيت حساس. هناك صراع بين المنظومة الشرقية والغربية، تتذكر حضرتك يعني وأجرينا حلقات كثيرة حول التحرك العسكري الأمريكي في العراق في الفترة الماضية. أي. الكل كان يقول أنه أمريكا أرادت أن تعيد احتلال العراق. طيب. أنا خرجت في الإعلام قلت لا، هي أرادت تجعل خط مصد، لأن المعركة ممكن أن تحدث بإسرائيل، ممكن أن تفتح جبهة حزب الله أو من الجانب السوري أو حماس. وأنا اللي أقوله حماس أرادت أن تثبت للجميع بما فيهم الحلفاء والأعداء، نعم، أنها تقود النضال الفلسطيني، أنها الجهة المخولة لإعادة تركيب مشهد القضية الفلسطينية بعد أن
اصبحت ما اسميها انا ذا فورجيتن فلسطينيز، يعني الفلسطينيون المنسيون، نسيت القضيه الفلسطينيه. طيب. العرب لم يذهبوا للتطبيع، راحوا وسووا حلف مع اسرائيل، انتهت القضيه الفلسطينيه. طيب راح نمر على هذه القصه. اعادت هذا يعتبر نصر لحماس. هو هذا هذا الموضوع، هذا الموضوع بهوايه هوايه سوالف.